ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد. تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده سنه اولى ثانوي، الترم الاول، لغه انجليزيه. اكسرسايز اون يونت 2، عملنا 2 جلوبال اكسرسايزز عن يونت 1. طبعا هتلاقي الفيديوهات دي في قوائم التشغيل، اي فيديو انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، الجرامر كله في قوائم التشغيل. هعمل فيديوهات تغطي المناهج كلها مراجعة. ازاي احل سؤال الشوز؟ اول حاجة افتح عيني كويس، ما بستعجلش، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمة، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا، تأثيراتك يا هولندا، هوضح معنى الكلام ده ايه. واحنا بنشرح هنا بيقول خلي بالك من عنوان السؤال، choose the two correct answers out of the five options given، يعني اختار اجابتين من خمس اجابات دي. اجابتين يا جماعة، اقرا السؤال كويس، ركز معايا، انا بعلمك ازاي تحل عشان اي سؤال يجي لك هتحل بالطريقه بتاعتي. تمام. The hunter carefully tracked the deer. The word track can be replaced by space. هنا بيقول لي الصياد ايه؟ بحذر تتبع الغزاله. بيقول لي كلمة track هنا يعني يتتبع، أنا بترجم يا جماعة، ممكن نستبدلها يعني the same meaning، يعني synonym. كل دي حاجات هتجيلك في امتحان، استبدلها بإيه؟ كل يقتل طبعا لأ، follow يتبع، اه ايه دي هاللون بتاعها، ادي واحدة اهي جت، يا نهار أبيض ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تمام، ادي واحدة اهي follow، اديها ايه اللون الحلو ده؟ تمام. فيد يطعم، انا بترجم يا جماعه طبعا لا، ان دينجر يعني يعرض للخطر طبعا لا، يبقى على طول تشيس يعني في يعني يطارد، يبقى تراك يعني تشيس اند فولو. اي هاف تشوزن تو اوبشنز. اوكي تمام. نمبر 2، شي اكسبرست هير ديزاير to help all of us، هي عبرت عن رغبتها انها تساعدنا كلنا. The word desire، كلمة desire رغبة، is a synonym for يعني مرادف لي، the same meaning يعني can be replaced by a. عاوزين two words، emotion عاطفة طبعا لا، want يعني يريد حاجة، عايز حاجة، اه تيجي، اديها اديها اللون بتاعها. تمام. wash يغسل طبعا لا، motion حركة طبعا لا، wish يعني رغبة او ايه امنية، يبقى على طول هي دي the same meaning نفس المعنى. تمام. هنا بيقول choose the correct answer from A B C or D، هختار اجابة واحدة بس. تمام، ركز معي عشان تعرف تحل في الامتحان بالطريقة بتاعتي. A blood space has a medical check before giving blood. بيقول لي مين الدم اللي هو ايه بيحصل له فحص طبي قبل ما يعمل ايه، قبل ما ايه يدي الدم، قبل ما يعطي الدم، giving blood اهو. يبقى فوتبولر، لاعب كرة قدم طبعا لا، conservationist طبعا لا يعني محافظ او ناشط في الحفاظ على البيئة طبعا لا، community مجتمع طبعا لا، يبقى blood donor يعني متبرع بالدم. a blood donor has a medical check، بيعمل ايه طبعا؟ بيحصل لازم يعمل فحص طبي قبل ما ايه يتبرع او ايه يدي الدم بتاعه. تمام. number 4، ايه ده انت عارف بتتفرج عليا كده بتقول يا حلاوه يا ولاد ايه الفيديو حلو ده؟ لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، انت اوريدي طبعا حليت الجمل دي وبتعمل تشيك دلوقتي، بتشوف نفسك ايه الاخطاء بتاعتك وتتفرج معايا عشان تتعلم ازاي تحل. نمبر 4، after the terrible accident، يعني بعد الحادثه الفظيعه، خلي بالك في كومه هنا، في وقفه، يا نهار ابيض، وفي after يعني بعد، بتربط بين جملتين يا جماعه، خلي بالك من الرابط. تمام.
After the terrible accident, there were a lot of victims. كان في ضحايا كتير. Who needed, كانوا محتاجين urgent, ملح. Blood A, محتاجين A للدم. Levels, مستويات, طبعا لأ. Movements, حركات, طبعا لأ. أنا بترجم يا جماعة. Transports, يعني نقل, اللي هو وسائل النقل طبعا اللي احنا بنشوفها في الشارع دي, طبعا لأ. يبقى على طول Blood. Transplants, blood transplants يعني زراعة الدم. تمام. ايه دي هالكالر بتاعها؟ blood transplants. خلي بالك من الاكسبريشن ده. Number 5, Mr. Ali is a kind and helpful teacher. Mr. Ali مدرس طيب ومتعاون. Every time I asked him a question, كل مرة بسأله سؤال, I see answer at once, بتلقى الإجابة أو بأخبر الإجابة إيه في الحال. أخبر يبقى مبني المجهول. واحد يقول hey أنا شاطر, I told the answer, أنا قلت له الإجابة, ويستعجل. أنت شاطر يا ابني, بس الشاطر في الاستعجال علشان أنت مركزتش في المعنى والجرامر. هنا بقول أخبر الإجابة. تمام. يبقى على طول told مش نافع معايا, مع السلامة. طريم على صفير. I'm telling أنا أخبر, طبعا لأ. I was telling أنا كنت أخبر, طبعا لأ. يبقى I am told the answer at once, أنا أخبر الإجابة في الحال. am و is و are تصريف تالت للفعل. تاني am و is و are تصريف تالت للفعل. تاني am و is و are تصريف تالت للفعل, مبني المجهول. وطالما في مبني المجهول يبقى verb to be بيخش في كل الأزمنة. عشان أطبق قاعدة تكوين المبني المجهول, عملنا فيديوهات عالمية بتتكلم عن المبني المجهول, كل حاجة هتلاقيها في قوائم التشغيل. Number 6, The little boy ran away quickly when he realized that some dogs were him on his way home. أنا بترجم يا جماعة, أنا مش عارف حاجة. بيقول لي الولد الصغير هرب بسرعة لما أدرك إن في بعض الكلاب كانت في طريقه البيت. attaching بترفق, يرفق حاجة, زي مثلا جواب أرفق معاه صورة ولا حاجة, طبعا لأ. parking يعني أركن عربية أو حاجة, طبعا لأ. attracting يعني يجذب, طبعا لأ. المعنى مش عايز كده. أنا بترجم يا جماعة, يبقى على طول tracking يعني يتتبع, اللي احنا خدنا معناها فوق معناها following. track يعني follow او chase, يطارد. تمام. number 7, high or low blood space is a disease that results from tensions of modern life. بيقول لي ايه هو الدم العالي او الواطي؟ بيقول لي ده مرض بينتج من التوتر. توتر ايه؟ الحياة الحديثة. بينتج من توتر الحياة الحديثة. مرض ايه؟ blood ايه؟ انا يعني في طريقة من الحل, كلمة بتاخد كلمة. blood level مستوى الدم, طبعا لأ. blood conservation الحفاظ على الدم, طبعا لأ. blood donation تبرع بالدم, المعنى مش عايز كده. يبقى high or low blood pressure يعني الضغط العالي او المنخفض, ده مرض. It is a disease that results from tensions of modern life, طبعا ناتج من ايه؟ التوتر, توتر الحياة الحديثة. number 8, the chairman space questions in meetings, اللي هو رئيس الجلسة يعني أسئلة في الاجتماعات. he just makes presentation, هو فقط بيقدم عروض, بيقدم عرض معين. يبقى ايه؟ the chairman مفرد يا جماعة, انا بشوف المفرد والجمع. the chairman مفرد في المضارع, لازم يحط اس هنا للفعل. never answer متنفعش, مع السلامة. any longer answers طبعا التركيبة مش نافعة خالص, مش نافعة معايا. no longer answer
طبعا مش نافعة هنا chairman مفرد والتركيبة مش نافعة، يبقى على طول never answers. هنا ال chairman رئيس الجلسة مفرد، في المضارع لازم احط الفعل اس، يعني هو مش بيرد على ايه، هو مش بيجاوب اسئلة، ده هو بس بيقدم عرض. تمام. number 9 احمد used to get up early، احمد اعتاد ان يستيقظ مبكرا. used to يعني اعتاد ان، بتعبر اني اتعودت اعمل حاجة زمان في الماضي دلوقتي ما بعملهاش. بيجي وراها مصدر فعل، بيجي وراها مصدر فعل، بيجي وراها مصدر فعل. يبقى احمد used to get up، اعتاد ان ينهض من الفراش مبكرا. but now he، دلوقتي هو ايه، ما بيعملش كده. يبقى wasn't طبعا لا، بيقول now دلوقتي، wasn't طبعا لا، isn't لا يكون طبعا لا، انا عاوز اقول he ها didn't طبعا لا، يبقى he doesn't get up early في المضارع البسيط، يبقى على طول he doesn't، now he doesn't ما بيعملش كده. تمام. number 10 Egyptian drivers، السواقين المصريين، find it difficult to space on the left when they visit Britain. السواقين المصريين بيجدوا صعوبة في ايه، على الشمال لما بيزوروا بريطانيا. تعال نترجم كده ونقرا مع بعضينا. find it difficult to used to drive، اعتاد ان يسوق طبعا لا، ده هنا في الماضي مش نافع خالص. be used to drive طبعا لا، لازم احط الفعل ing هنا عشان verb to be، التركيبة مش نافعة. used to driving طبعا لا، التركيبة مش نافعة، يبقى get used to driving، مش متعودين على السواقة دلوقتي على ايه، الشمال في بريطانيا، اديها اللون بتاعها. يبقى get used to as ing هنا، لما الاقي get used to لما يجي قبلها get او become او verb to be am is are او was او when حتى في الماضي، لازم احط الفعل ان جي. يا نهار ابيض على تأثيراتك يا هولندا. get used to driving، مش متعودين دلوقتي في الحاضر على السواقه on the left على الشمال في بريطانيا. تمام. number 11 لا مش the last one here many young people think that money and power give them space. بيقول لي الكثير من الشباب، young people هنا equals youth يعني الشباب، think بيعتقد that ان الفلوس، انا بترجم يا جماعه، والنفوذ power give them بيديهم ايه، job وظيفه طبعا لا، المعنى مش عايز كده، biography سيره ذاتيه طبعا لا، بيديهم donation تبرع طبعا لا، يبقى على طول prestige يعني هيبه او وقار. they think that هم بيعتقدوا بده. تمام. it's just ايه ده اعتقاد. اوكي تمام. برستيج يعني ايه، هيبقى وقار عندك في كلمات المنهج. تمام. هعمل فيديوهات تغطي المناهج كلها مراجعة، اديها لايك، اديها سبسكرايب، اديها شير. number 12 the last one here 3 years ago يعني من 3 سنين فاتت، يبقى ماضي بسيط اللي جاي يا جماعة، اللي جاي ماضي بسيط لان الكلمة تدل على الزمن، بتعرفني زمن الجملة. عملنا فيديوهات طبعا global عالمية بتتكلم عن the past simple tense، خلي بالك كله في قوام التشغيل. 3 years ago my grandmother died after a long term، جدتي ماتت، died يعني ماتت، ممكن اقول passed away توفت، after بعد، a long term ايه، بعد ايه، طويل، طويل الامد، long term يعني طويل الامد. this موت طبعا لا، surgery جراحة طبعا لا، operation عملية طبعا لا. يبقى على طول 3 years ago my grandmother died after a long term illness يعني مرض طويل الامد، بعد صراع مع المرض ايه، طويل الامد، اديها القرار بتاعها. long term illness تاني، long term illness repeat after me، اشتغل معايا طبعا، هعمل فيديوهات تغطي المناهج كلها مراجعة. اشوفكوا على خير.